أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نحن عشرة إخوة من أهل كنعان، نبيع عبدنا يوسف إلى مالك بن زعر 18 درهما بشرط أن يأخذه إلى أرض مصر أو بلاد نائية بحيث لا يتمكن من العودة أبدا إلى أرض كنعان. لاوي وشمعون مهرا هذه الرسالة. يبدو هذا خط شمعون. شمعون، أيكم هو شمعون؟ أنا. كان في بيتنا عبد وكان فتى مشاغبا وغير مطيع لأمرنا، فما كان إلا أن بعنا الفتى إلى المدعو مالك. قمنا بذلك طبعا من أجل أن نرتاح من شره. هذا الصق يعود إلى تلك القضية. بنيامين، ماذا يقول هؤلاء؟ لا عالي المقام،
نحن لم يكن عندنا عبد بهذا الاسم والوصف أبدا. لم تكفوا عن قولكم الكذب بعد إذن. كيف وصل الصك إليك وإلى السيدة زليخة؟ أنا أخذت سندا من يوسف، يوسف نفسه الذي تم بيعه إلى السيارة. أنتم ترون أن نحيط بكل شيء خبرة. هذا أمر لا يمكننا تصديقه، وأن لكم الإحاطة بخبر كل شيء. من سؤال هذا الصواع. ولكن هل عرفتموه؟ إنه نفس الصواع الذي تم إخراجه من رحل بنيامين. هذا الصواع يحدثني أحيانا. أو ينطق هذا الصواع؟ لقد أخبرني بكل شيء بصوته هذا. أتريدون أن أكرر لكم كل شيء أخبرني به؟ يقول الصواع إن يوسف ضربه إخوته وبالغوا في شتمه وأنزلوا به الجراحات. يقول الصواع إنكم قررتم أن تقتلوه، لكن لاوي حال دون ذلك، فألقيتموه في غياهب الجب، ورأيتم أن تزعموا لأبيكم أن يوسف أكله الذئب. أنا شهدت عليكم عندما عدتم بقميص أخي ملطخا بالدماء وزعمتم أن الذئب أكله. هذه الأمور كلها أخبركم بها بنيامين، ليس صحيحة أبدا، كلها أكاذيب، كلها. صواعكم يقول الحق يا علي المقام، أرى طبول الفضيحة قد قرعت. دعوه يتكلم، نسمعك، نسمعك يا علي المقام. لقد بعتم أخاكم يوسف إلى السيارة التي كانت أخرجته من الجب ب18 درهما. لقد بعتم أخاكم عبدا ذليلا، وقد غفلتم عن حقيقتي أنه كان يذهب مختارا، فهو كان يعلم بأن رسالة عظيمة تنتظره. قامت السيارة بوضع الأغلال في يديه، كبلوا يديه وجلبوه إلى هنا، إلى أرض مصر، وباعوه في سوق النخاسين. أنا أدعى مالك، ذاك الذي أخرج يوسف من الجب، مشتري يوسف، أتذكرون جيدا؟ اسمحوا لي أن أكمل أنا ما يخبر به الصواع. بوتيفار عزيز مصر قام بشراء يوسف ورأى أن يهديه إلى زوجته زليخة. وهبك يوسف كهدية؟ أجل، كنت مولاة ليزارسيف لسنوات، وإنما شب في قصري واشتد عوده. أنا أيضا ظلمته كما ظلمتموه، دبرت له المكائد ورميته في السجن. فليغفر لي الله. قضى في السجن 12 سنة، ذاق عذاب السجن وشقاء العمل في مقلع الحجارة لسنوات كثيرة، إلى أن رأى ملك مصر الحاكم العظيم أخناتون مناما عجز عن تعبيره كل مفسري الأحلام في أرض مصر. أنا كنت أعلم أن يوسف معبر عظيم، إذ كنت قد رأيت مناما في السجن وفسره لي بالخير، فقصصت رؤيا ملك مصر على يوسف ففسره بالخير أيضا. لقد كان تعبير يوسف لمنام الحاكم
سببا مهما في خلاصه من السجن، إضافة إلى تسببه في نجاة أهل مصر من القحط والهلكة. النبي يوسف هو زوجي الآن، ومنسى وأفراهيم هما ولدانا. ويوسف الآن عزيز مصر. يوسف، يوسف، أنت يوسف؟ يوسف أخونا يوسف عزيز أخونا مصر. يوسف أيوسف أخونا يوسف أخونا. أجل، أنا هو يوسف، وهذا أخي بنيامين. أخونا الذي لم نرضى له بخلافة أبينا، قد ورث من أبيه جبة الولاية وحزام النبوة. نعم، أنا هو أخوكم ذاك. لقد من الله علي. من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أترى؟ أترى كيف نطأطئ رؤوسنا خجلا؟ والآن؟ والآن ما الذي ستفعله بنا؟ وما الذي قد يفعله الأخ بأخيه سوى العفو والتحنن؟ نحن كنا إخوانك، فلما فعلنا ما فعلناه بك يا يوسف؟ أما أنا فقد نسيت الماضي، عفوت عنكم هناك في قعر الجب. لكنني لا أريد أن يعفى عني. نحن قد ظلمناك حقك يا يوسف، فلا تفعل أنت ذلك، فعفوك هذا يقتلني يا أخي. هذا العفو، هذا العفو هو أكبر عقاب يمكن أن تنزله بنا. أقسم عليك يا يوسف، أقسم عليك يا يوسف أن تعاقبنا. فأنا قد كرهت نفسي يا أخي، أنا قد كرهت نفسي يا يوسف. لعل هذا العقاب، لعل هذا العقاب قد يكفر عني بعض ذنوبي، فهذا العفو أشد علي من أي عقاب آخر تنزله بي. أو حقا أنت تطلب العقاب يا لاوي؟ نعم يا نور عيني أخي، فإن لم تعمد إلي فتعاقبني، فسوف أقوم أنا بمعاقبة نفسي. حسنا، إن كنت تريد عقابا فتقدم إلي. اضرب يوسف، أرجوك اضربني يا يوسف. أنا لم أحمل أبدا أي ضغينة في قلبي تجاهك وتجاه إخوتي. أقسم بالله، أقسم بالله إنك تستطيع أن تنزل بي أشد من هذا العقاب، فإن لم تعمد إلي فتعاقبني. على كل تلك الخطايا فإني أخشى أن أقوم بقتل نفسي، سأرمي نفسي في التهلكة. فهل لا قمت بتأديبي؟ هل لا قمت بمعاقبتي يا أخي؟ أنا كنت شاهدا على ما فعله بك إخوتي ولم أحرك ساكنا. أنا كتمت شهادتي لسنوات ولم أحدث أبي بما جرى. مر الجلادين فليفصلوا رأسي، مرهم بأن يجلدوني بالصوت كي أكفر عن ذنوبي فيخرج الوحش الكاسر من كياني. هذا الحياء يقتلني، هذا الحياء يقتلني. هل هدأت لاوي؟ اهدأ يا أخي، اهدأ، اهدأ. لقد التقيت بكم حتى الآن عدة مرات،
عزمت مرارا أن أضمكم إلى صدري، أن أضمكم لكي أسكن روع ألم الفراق القديم، ولم أوفق. لم يكن مأذونا لي. أنا أحبكم جميعا يا إخوتي من صميم قلبي، وكنت أعد الساعات رجاء أن أحظى بهذا اللقاء. لا تفعل هذا يا أخي، لا تفعل، فهذا يشعرني بالخجل. لا عفى الله عني إن أنا تسببت في حياء أخي. أتشهد يا الله، أنا الذي أخطأت، أنا الذي عصيت، ويوسف الذي استحى. فهل الظالمون أمثالنا أهل للعفو يا الله؟ أترى يا يهودا أي رجل كريم قد ظلمنا؟ نيمي سابو، سيدي نحن لم نظلمك أنت وحدك، فالعذاب الذي لحق بأبي من فعالنا أشد بمرات من عذابك، فماذا عنه؟ فإلى من نلتجئ إن لم يعفو عنا؟ أبونا سيعفو عنكم أيضا، ولكن شرط أن تتوبوا. لماذا لم ينتهي حزننا إذن؟ ولماذا طال هذا الفراق والهجر كل هذه السنين؟ أظن أن قضية جدنا إبراهيم وإسماعيل قد تكررت. أظن أن أبي قد ضحى بابنه إسماعيل مؤخرا، ولهذا السبب سيجمع الله بينه وبين ابنه إسماعيل. علي المقام، من ذا يوصل هذا القميص إلى أبي؟ أنا. إن تمكننا من رد البصر على أبينا فأظن أنكم ستكونون قد كفرتم عن بعض خطاياكم. إن استطعنا، وهذا طبعا أمر محال. إرادة الله تجعل من كل أمر محال ممكنا. قوموا، هذا هو القميص الذي أورثه جدنا إبراهيم لإسحاق، فورثه أبونا من إسحاق ووصل إلي من أبي. لاوي، اذهب بقميصي هذا إلى أبي وألقه على وجهه، فقد أراد الله لأبي أن يرتد بصيرا. يا الله، ارجع إلى أبيك وقل له أن يجمع بني إسرائيل وكل أقاربه ولينطلق نحو مصر مصطحبا خدمه وحشمه وأثاثه. لقد فاتحت حاكم مصر أخنتون بالأمر، وعزمت أمري أن أسكنكم في منطقة مناسبة من ممفيس. كوشن هي أفضل منطقة في الجوار، رأيت أن أبني فيها لبني إسرائيل مدينة لهم. مالك، قم بتحضير الزاد والمركب لإخوتي. إلى لقاء قريب. إن عودة البصر إلى عيني أبي مرهونة بهذا القميص. جد السير لتوصله سريعا إلى يعقوب النبي.
في حفظ الله. إلى اللقاء. بلى يا أولادي، ليست ديار كنعان المعمورة كلها، ثمة مدن متعددة وبلدان يحكمها ولاة كثيرون، وسيأتي يوم في آخر الزمان تكون فيه الدنيا كلها سلطانا واحدا وعليها حاكم أوحد، ولا ريب أن الذي سيحكم الأرض ومن عليها هو خير الخلق، وسلطانه خير سلطان عرفه أبناء آدم قاطبة. ومن هو ذاك الحكيم الصالح؟ أنت جرشون ابن ولدي شمعون. نعم يا جدي. دعك من ذلك يا بني، لكن أعلم أنه خير عباد الله الصالحين، وهو من أصباط خاتم الأنبياء والرسل الذي يبعث بالرسالة التامة. وهل تعرف نبي آخر الزمان يا جدي؟ أنت إشبيل ابن ولدي بنيامين، أعرفك. بلى يا حبيبي أعرفه، والأنبياء يعرفونه اسما ونسبا، كيف لا وجميعهم بعثوا ليبشروا بظهوره. لقد اسماه الله أحمد. أحمد؟ أحمد؟ نعم بني، أحمد، وهو من نسل عمي إسماعيل ذبيح الله. يا لهذه الرائحة، أتراني لما ذكرت اسم أحمد فاح ريح الطيب؟ إني لا أشم ريح ولدي وحبيبي يوسف. ماذا قلت أبي؟ لا عجب أن رميتموني بالجنون، لكني أشم ريح ولدي يوسف. ولكن كفاك يا أبي، أين أنت من يوسف؟ أنت مخطئ، فنحن لا نشتم أي رائحة. لقد مات يوسف منذ عقود وأنتم الآن تشتمون ريحة؟ إنه لم يمت، ولدي يوسف لم يمت، أنا لم أحسب ولدي يوسف ميتا أبدا، ولدي يوسف لا يزال حيا. تذكر مجلسنا هاهنا اليوم، إني لا أشم ريح ولدي وحبيبي يوسف، هل هذا واضح؟ جل ما نفكر به هو أزواجنا وجوع أولادنا، وهو يفكر في يوسف. أرجو لك سفرا غانما، أرجو أن أراك مع يعقوب النبي في المرة القادمة. وداعا. على أمل اللقاء. إلى اللقاء. وداعا. الأخطار. أنا ممتن لطفكم ومحبتكم. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. نحن منتظرون. مع السلامة. إلى اللقاء. لقد مضى من القحط 5 سنين. إن لم تمطر السماء فلابد أن يهلك أهل مصر. لقد جف النيل،
لن تمطر السماء قبل سنتين، هذا ما قاله يوسف. لاوي 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 قد رجع. هو لاوي، ولكن لما هو وحده؟ عاد لاوي. السلام عليك. اهلا بني. اهلا بأبي. اهلا بني. مرحبا أبي. لاوي، هذا أنت يا بني، لقد استبد بي القلق عليك. كم أنا فرح برؤيتك يا أبي، كنت قلقا عليك. إني لأشم ريح يوسف، هل جلبتم يوسف معكم؟ اهدأ يا أبي، اهدأ، لم تخطئ ولم تصب، جئتك بعلامة من يوسف. علامة؟ أي علامة؟ لقد جئتكم بقميص يوسف يا أبي. الرداء الذي لونه بلون الفضة ويلمع مثلها؟ نعم، إنه هو، فأنا أعرفه جيدا. هذا هو رداء النبوة، عليك أن تخشع وتبادره باحترام. هذا الرداء لجدي إبراهيم، وقد دفعه لأبي إسحاق، وقد أورثني إياه قبل موته. هذا ينبغي أن يكون بحوزة يوسف. من أين جئت بالقميص يا لاوي؟ يوسف هو الذي أعطاني القميص يا أبي. يوسف؟ يوسف؟ ماذا قلت بني؟ أحقا ما تقول؟ ما الذي أصاب يوسف؟ يوسف لم يصبه شيء يا أبي، بل إننا وجدنا يوسف. أخي يوسف هو نفسه عزيز مصر، عزيز مصر هو يوسف ضالتنا. أبي ماذا أصابك يا أبي؟ أبي بالله عليك، هل هدأت؟ أنا بخير يا نبي الله، ماذا دهاك؟ أنا بخير. إذن أين هو يوسف؟ أنا أحمل ذكرى سيئة من دخولكم علي حاملين قميص يوسف. ذات مرة دخلتم علي حاملين قميص يوسف الملطخ بالدم، لكنه لم يكن معكم. وهذه المرة أيضا جئتموني حاملين قميصه من غير أن يكون معكم. الويل، لم أستطع أن أصطحب يوسف معي، فهو عزيز مصر. لقد حذرته من أن يدفع هذا القميص إلى أحد من الناس، لماذا أعطاك إياه؟ إنما فارق القميص من أجلكم أنتم. قال أخي يوسف إن هذا القميص يمكن له أن يشفي أبي ويرد عليه بصره. هذا القميص سيشفيني مما أعانيه. ألم أقل إن ليوسف الولاية علي أنا؟ لولا ذلك لما أمكن لقميصه أن يشفي العلة التي في عيني. إلهي، يا إلهي، you
وماذا يعزب عن العشق؟ مبارك لك يا يعقوب. وماذا يعزب عن العشق؟ مبارك لك يا يعقوب. أنا أشم ريح ولدي يوسف منذ 10 أيام. لقد نعتني الجميع بالجنون. إنهم لا يألفون عالم العشق. انطلقوا بقميص يوسف من مصر منذ 10 أيام. أشم ريح يوسف وهي في طريقها إلي منذ أيام. سابقا مررت بالجب الذي فيه يوسف ولم تشم ريحه. لماذا شممتها اليوم من مكان بعيد؟ لأنك لم تكن يومها تدرك مقام الولاية ومنزلتها كإدراكك لها اليوم. إذن كنت مصيبا. يوسف له الولاية على أبيه. أجل، لقد اعتدت النحيب على فراق الولي، وهذا النحيب والانتظار أوصلاك إلى مقام أعلى من مقامك السابق. فعشق الولاية يرد البصر إلى كل باصرة. أبي، أبي، لقد زال البياض من عينيك. أنا أراكم جميعا. هل تبصر يا أبي؟ أجل يا أولادي، الحمد لله، لقد عدت بصيرا بفضل الله ربي. وقميصي ولدي يوسف. يا الله، وهل يعصى على القميص الذي وقى إبراهيم من نهر النمرود أن يعيد إلي بصري؟ يا إلهي، شكرا لك يا رب. أين إخوتك؟ لا إليك بصرك. سيأتون يا أبي. يوسف، يوسف معهم أيضا؟ لا يا أبي، نحن سنذهب إليه بأنفسنا ونصطحب كل أهلنا وأموالنا. اللهم لك الحمد، لك الحمد يا الله. شكرا لك يا الله. نبي الله يبصر، نبي الله يبصر. ألم أقل؟ أبي ليس هنا. هذا بيت الأحزان، لكن أبي لم يعد حزينا. لعل عيني أبي قد أبصرتها فعاد إلى البيت بعد سنوات من مغادرته. الأمر كما تقولون. أجل أجل، كنت أعلم أنكم ستعودون اليوم، فقد جئت إلى البيت مرتقبا. السلام عليكم، أراكم هنا. سلام يا عزيز أبيك. أنا مسرور إذ إني رأيتكم مجددا. أبي، شفيت عيناك تماما، أنت تبصر. هذا من بعض معجزات قميص أخيك يوسف يا ولدي. السلام عليك يا أبي. السلام عليك يا أبي. عيني أبي تبصر. أبي يبصر. لقد ارتد بصير هذا البصر إلى عيني أبي. السلام على نبي الله. وعليك السلام. السلام عليك أبي. السلام عليك يا أبي. هيا. ألست مسرورا؟ بلى، لكن ذكريات الماضي المرير تنغص علي فرحتي. هل أبي حزين؟ هذا مؤكد، خصوصا أنه الآن قد أصبح على علم بقبح الذنب الذي ارتكبه أولاده.
أبي غاضب جدا. أشكر الله أني لم أكن شريكا لإخوتي في ذنبهم. لطالما دعوتكم لتستغفروا الله وتتوبوا، لطالما قلت لكم أن تفشوا حقيقة ما جرى فتخلصوني من حزني. نعلم يا أبي، نعلم أننا أخطأنا وعملنا سوءا وظلمنا أخانا يوسف. مع ذلك كله فنحن نطلب عفوكم عنا. عليكم أولا أن تتوبوا إلى الله تعالى وليس إلي. لولا خوفنا من الفضيحة بين الناس لكنا اعترفنا بذنبنا منذ زمن. الخوف من غضبكم حال دون اعترافنا بالحقيقة، وإلا لأفصحنا. لكن الله كان مطلعا على أعمالكم وأفعالكم. أنا أسألكم عن السبب الذي منعكم من أن تتوبوا إلى الله في خلواتكم وأن تستغفروه في عزلتكم. هل تعرفتم إلى هذا القميص؟ إنه قميص يوسف الملطخ بالدماء. نعم، لقد احتفظت به لمثل هذا اليوم، لليوم الذي تكشف فيه الحقائق على الملأ. يا له من ظلم أنزلتموه بأبيكم. ألم تقولوا إن أخاكم يوسف قد أكله الذئب؟ أردتم الحقول دون علو شأن يوسف، أليس كذلك؟ أردتم الوقوف بوجه إرادة الله؟ ألم تخجلوا؟ يوسف قد عفا عنا، فإن أنت تكرمت علينا وعفوت عنا فلا شك أن الله أيضا سيعفو عنا ويصفح. لقد أذيتموني وفجعتموني قرابة 40 عاما، والآن تتوقعون مني أن أصفح عنكم بلقلقة لسان؟ اذهبوا اذهبوا، لن أصفح عنكم إلا أن تكووا برهة من الزمن بنار خطيئتكم. تعني أنك لن تعفو عنهم؟ هؤلاء الجهلاء لا يقدرون نعمة العفو الذي يمنح بسهولة ويسر. عليك أن تخافي من أن لا ينالهم عفو الله تعالى. بنيامين، لك عند أبينا مقاما محمودا، فهلا شفعت لنا؟ أوى علي أن أشفع؟ نحن نعلم أنك قد عانيت في فراق أخيك، لكننا نحن أيضا إخوتك.
ماذا تريدون؟ لن أصفح عنكم بطرفة عين بعدما شحنتم صدري حزنا وألما وأسلتم بدل الدموع الدماء. لربما أفلح تعاقب الأيام في أن يلين قلبي المثخن بالجراح فأعطف عليكم. أبي، هذا أنا بنيامين. أدخل بني. أبي، جئتك مستشفعا لإخوتي. كيف تستطيع أن تشفع لهؤلاء؟ كيف لك أن تنسى الجريمة التي اقترفوها بحق أخيك وبحقك أنت وبحق خالتك ليا وبحق هذه العشيرة كلها؟ على حد ما أذكره يا أبي، فأنتم دائما ما كنتم تعتبرون مكائد الشيطان هي السبب في خطاياهم. أتراه هينا أن يكون المرء ألعوبة بيد الشيطان؟ هل يجوز لأولاد الأنبياء أن يتبعوا خطوات الشيطان؟ أم يجدر بهم أن يعاقبوا على ذلك؟ اذهبوا، اذهبوا حتى يأذن لي ربي، اذهبوا. كنت أنازع أمام أعينهم وأكابد ألوان العذاب، وربت 40 عاما كالطير المذبوح. ذرفت الدمع في فراق أخيك يوسف، ابيضت عيناي، لكن أيا منهم لم يرحم شيبتي. لو قالوا كلمة، لو أنهم قالوا كلمة واحدة لسكن روعي وانتهت معاناتي. أعذرني يا أبي، فلولا أنهم أصروا لم آتك مستشفعا. لا شك عندي أبدا في أن ما يفعله أبوك فيه صلاح إخوتك وخيرهم. أنا أشكر الله على أن هذا الفراق قد انتهى بالوصال. أفلا يأمر أبونا بالاستعداد؟ فأخي يوسف بالانتظار. علينا أن نذهب إلى مصر. مصطحبين الأولاد والأحفاد والأموال. خصنا أخي بناحية كبيرة في مصر بجوار مدينة ممفيس. سننطلق صبيحة يوم غد. نادوا في الجميع ليشدوا الرحالة ويتهيأوا للسفر. قولوا لهم أن يلبسوا من الثياب أشملها وأن يزينوا أنفسهم، فأنا أريد ليوسف أن يباهي بنا أشراف أهل مصر وكبراءها. فهؤلاء قد يعيب عليه قائلين إن أهلك وقومك من أراضي للخلق. علمت قصدك أبي، فقد يظنون زهدنا فقرا. اذهب بني. يشق كثيرا على أهل كنعان أن يغادرهم نبيهم. لولا أنك تذهب للقاء ابنك الغائب يوسف فلا شك أننا كنا سنحول دون مغادرتك لنا. ونحن يعز علينا أن نغادر كنعان ونفارق أهلنا وأصحابنا، لكن هذه مشيئة ولي الله ولا مفر من إنفاذها. القوم القاطنون في ديار الفراعنة غرباء عن عقيدة التوحيد، ولعل يوسف يود أن يبلغ رسالة جده إبراهيم ليحمل
ليحمل أهل مصر على عبادة الله الأحد. أرجو أن لا ينسانا نبي الله أبدا، وأن لا يبطئ في الدعاء لنا. فليحفظكم الله. وداعا يا نبي الله، إلى اللقاء. وداعا يا نبي الله، وداعا. في رعاية لا تنسنا يا نبي الله. في أمان الله. في حفظ الله. مع السلامة. في رعاية الله. وداعا. في أمان الله.